والآن فلنرحب معا بالمتحدث التالي السيد بينو ندولو محافظ البنك المركزي التنزاني الرئيس المنتهية ولايته لمجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي. Governor Ndulu, the floor is yours. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيد شريف إسماعيل المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي لمصر دكتور ألفريد هانينغ المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي والدكتور فيريرا نائب محافظ البنك بالبرازيل الضيوف الكرام والمشاركين الموقرين السيدات والسادة وكافة البروتوكولات محترمة My task إن مهمتي بسيطة اليوم وهي تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو أن أودعكم لأنني الرئيس الذي انتهت ولايته ثم بعد ذلك الجزء الثاني هو أن أقدم لكم وأرحب معكم بالرئيس القادم الدكتور فيريرا. لقد كان لي حظيت بشرف كبير أن أكون معكم كي أقضي مدتي الأولى كرئيس لمجلس الإدارة على مدى عامين متواصلين لتلك المنظمة المستقلة للشمول المالي وقد قضيت عامين سابقين على ذلك كنائب لرئيس الاتحاد العالمي للشمول المالي وخلال هذه الفترة عملت مع الشبكة بكاملها في التجهيز والتحضير لاتخاذ منصبي والقيام به وتحقيق الاستقلال الذي نجحنا فيه ولقد كنت محظوظا بأن حضرت كافة الاجتماعات العمومية للتحالف الدولي للشمول المالي منذ انعقاده لأول مرة سيدي يجب أن أقول إن هذا المنتدى الذي نعقده هذا العام في مكان أود أن أطلق عليه الجنة ما هو إلا شيء استثنائي من ناحية المشاركة وكذلك من ناحية الحفاوة وكرم الضيافة الذي حظينا به منذ وطئت أقدامنا هذه الأرض كمجتمع ممثل الشمول المالي من مؤسسات لقد كنا مركز ومحور اهتمام الجميع وأعتقد أن ذلك يجب ألا أنسى أبدا أن أتقدم بالشكر العميق للبنك المركزي المصري على تقديم كل هذه الخدمات فلقد فاقت توقعاتنا تماما وبشكل خاص في هذه المؤسسات الحاضرة وأنا أثني بكل قوة على كرم الضيافة الذي حظينا به وكذلك جهودكم التي بذلتموها كمؤسسات وهيئات فخامة الرئيس هذه الشبكة عبارة عن شبكة من العلاقات حول الموضوعات الخاصة بالشمول المالي على مستوى العالم والخبرات التي حظينا بها وجمعناها في هذه الشبكة من بين أعضائها
والقدرة كذلك والفرصة التي أتيحت لنا لكي نتعلم من بعضنا البعض حول ما ينجح وما يجب أن نتبعه وما يجب ألا نتبعه، وكذلك الفرصة الخاصة والفريدة التي أتيحت لنا لكي نتمكن من أن نستخدم السياسات ونمتهج السياسات التي تم اختبارها ونجحت في الاختبار. وهذه هي الثروة الحقيقية التي حققتها هذه الشبكة. We have had recognition. لقد حصلنا على الاعتراف الدولي. And وكذلك I wouldn't be again مرة أخرى لا أنسى أبدا أن أقول إن هذه الشبكة قد أصبحت حركة بارزة من أجل الشمول المالي، بالإضافة إلى كونها ذات معرفة تقنية ووظيفة تقنية قوية. وهكذا وأنا إذ أترك منصبي وأغادر مكاني، يجب أن أقول أنه يسعدني أن أرى المكانة التي وصلت إليها تحالف الشمول المالي، وأنا واثق تماما أنه مع الالتزام والحماس الذي يملأ قلوب المشاركين سوف نستمر في هذه السمعة الطيبة وكذلك هذه الروح الرائعة. وبشكل خاص يجب أن أؤكد على الروح هنا، لأن هذه شبكة من الأقران الذين يتعلمون من بعض من البعض. كل منهم لديه خبرة يقدمها للآخرين، وكل منهم لديه فرصة ليتعلم من الآخر، وهذا يجعلنا متميزين عن باقي الشبكات الأخرى التي أعرفها والتي حظيت بأن أكون مشاركا في عمل كبير منها. بالأمس وفي الاجتماع العمومي الأول الذي عقد للتحالف أكد المجلس على القرارات، وكذلك قام باختيار بنك البرازيل لكي يكون هو الرئيس القادم للتحالف، والدكتور فيريرا هو الممثل لبنك البرازيل والذي سوف يتولى هذه المهمة من بعدي. وأود هنا أن أختتم حديثي بأن أرحب به في هذا المنصب، وأنا أثق تمام الثقة في أن بنك البرازيل بعد أن لعب هذا الدور العظيم في الشبكة منذ إنشائها ليس فقط جاهز للقيام بهذه المهمة والاطلاع بالقيادة فحسب، بل إني أثق تمام الثقة أنه مستعد ليأخذ هذه الشبكة قدما إلى الخطوة القادمة. ومن هنا أود أن أختتم إذن بأن أقدم لكم الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الدكتور فيريرا، and to bid you farewell وأودعكم in terms of serving as chair. من خلال انتهاء مدتي، ولكن قلبي يظل معكم طوال المشوار. شكرا جزيلا لكم.